اجتمعت اليوم لجنة كورونا لدراسة التطورات الأخيرة بموضوع الفيروس الجديد اللي ظهر في العالم، وبحضور الأخوة أعضاء اللجنة أصحاب المعالي الوزراء تدارسنا الخطوات اللي راح نوصي فيها إلى مجلس الوزراء الموقر. بس أحب أطمن إخواننا المواطنين والمقيمين أن المطار ما راح يتسكر، ولا الحدود البرية والبحرية راح تتسكر، لكن هناك خطوات لازم يتخذونها الجميع، سواء المتواجدين داخل الكويت أو اللي راح يرجعون لنا سالمين إلى أرض الوطن. الفيروس طبعا خطير، فيروس كل الدول شفنا إغلاقات الحين، الدول الأوروبية بدأت توقف الرحلات إلى بعض الدول في القارة الأفريقية، هذه راح نقوم فيها احنا وراح نوصي فيها. بعد شوي الأخ طارق راح يشرح هذه الدول اللي راح يكون فيها الإغلاق، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. والحمد لله احنا وضعنا الصحي فوق الممتاز بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود أبطالنا وإخواننا في وزارة الصحة، جزاهم الله خير على اللي يقومون فيه. فإن شاء الله ما كل الخير، أطمنهم أرجع أقول إن اللي مسافر لا تحاتي، المطار ما راح يتسكر، واللي في الدول المجاورة للكويت الحدود راح تكون مفتوحة.